نعرف يعني علاقة سناء جميل بيوسف شاهين. علاقتي بيه مش كويسة. ليه؟ أقول لك ليه. مرة كان في نادي طلب يشوف فجر يوم جديد، أيوه فجر يوم جديد عنده، راح جاب اسكندرية دي. الله، ما جابش فجر يوم جديد، ليه؟ معرفش. بعدين مرة من المرات كان بيعمل فيلم اسمه أديو بونابرت، وداعا وداعا وقال لي يا سماعة أنا عايزك في دور. فأنا قلت له ابعت لي السيناريو، ما ردش عليا. بعدين اكتشفت إنه بعت لي إيه، هفوت من الرصيف ده للرصيف ده. مش معقول. لا بس أنا قابلت، قلت له أما إنك بجح بشكل ده له. قلت له أنت بجح، قلت كده مال؟ قلت له كيف تجرؤ؟ معقولة؟ والزمن ثبت، اهو فيلمه ده كل 5 دقايق يا صفاء بيعملوا له اعلان، اتشال من السينما. وسهرة سهرة فادحة اتشال بلطيفة. طب ليه افلام يوسف شاهين بنلاحظ انها بتتشال من السينمات اليومين دول؟ يعني فيلم المصير طلع كان وخد جايزة، ولكن نزل قصاد فيلم اخر اسماعيليه رايح جاي افتكر، واتشال فيلم المصير بعد اسبوع او اسبوعين. هي الناس بتقول ان افلامه ما بتتفهمش. هل هي بتتفهمش؟ معرفش. طب تفهمي افلامه حضرتك؟ لا. بتحبي افلامه بصراحه؟ لا، لانه بيعمل لك ديستورشن. ايوه بيعمل لك غلوشه وفاهم ان دي عبقريه. الفن مرآة المجتمع. ايوه اذا وريني المجتمع اللي انت عايز توريهولي.